المدبر دي بينضر مباشرة، نص الماء نص. هذه محبة، هذا محبة الله عز وجل بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بسيدنا عمر. الحب كله مادة واحدة، الحب مادة واحدة، تبدأ بالصغير تطلع للكبير، مادة واحدة. شلون بدي حب يعني أهل الله؟ شلون بدي حب؟ شلون حبيت ابنك؟ شلون حبيت بنتك؟ مين علمك تحبوه؟ فطرة، فطرة الله فطر الإنسان على ذلك. فهذا الحب ما بيحتاج إلى تعليم، إنما هو زيادة عطاء. في واحد تعطيه 10%، في واحد تعطيه 20%، في واحد تعطيه 70%. كل ما عطيته أكثر بيشعر بحبه أكثر. الحب يعني فيض إلهي، الله عز وجل بيتفضل فيه على الإنسان. في واحد بيحب أهله، في واحد بيحب أولاده، في واحد بيحب أقاربه، في واحد بيحب شيخه، في واحد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. الحب مادة واحدة. مرة حكيت للشيخ الله يرضى عنه، الله يجزي عنا خير، اللهم ارفع درجاته في أعلى عليا واجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين. حكيت له مرة على أم كلثوم على كذا، قال لي يا ابني الحب كله مادة واحدة. نحب أم كلثوم ونحب أولياء الله، هذا الحب مثل هذا الحب، لكن هذا حب فضيلة، هذا حب رزيل، هذا حب كمال، هذا حب نقص. أما مادة الحب عطاء من وجودك، عطاء من أحاسيسك، حبه لما تحبه تشوف أنه كأنك أنت مفتقر إليه، ما بتحسن تعود بلاه، دائما بدك تشوفه، دائما بتسلم عليه، دائما بدك بتشوف حالك انه انت في حاجة له، هو بشوف حاله بحاجة له، حتى تكمل بين اثنين، جاذب سالب وجاذب، متى ما نوجد السالب والموجب تشعل الكهرباء. اما اثنين سالب ما بمشي الحال، اثنين موجب ما بمشي الحال. بده واحد سالب، لازم المريد سالب والشيخ موجب، فبين السالب والموجب بيشعل القلب، بيتنور القلب. سيدي لكن الصدق بالمحبة تلقائيا بتجي مع الحب. سيدي قالوا لا يقول الحب إلا إذا شعرت بنعمة من المحبوب، إذا تحبه إذا تشعر بنعمة منه. أنا واحد والله أنا بحب، لكن ما له شاعر بنعمة. نعمة مثلا نعمة الأب مع ابنه، ما بشعر الابن بهالحب هذا، أنه في عطاء، في لما بيتجرد من العطاء بحب للذات، حب الذات، هذا الحب النافع، هذا الحب النافع. انت حبيت الشيخ، اعطاك شيء، اعطاك علم، اعطاك ايمان، اعطاك تبديل في حياته، شعرت به الكرامة هي، حبيت. اما لو اعطى مال ما في حد يحب، اعطى المال حبه محدود. فلذلك الحب عطاء، الحب تلاقي روحين
مع بعض البعض في بيناتهم تجاوب سالب وموجب. والله أنا بدي أحب بس ما عم أحسن حب، شو بدي أعمل؟ ليش ما تحب؟ إنه متعلق بمحبوب ثاني. الحب ما بيكمل لتقطع علاقة من محبوبات الصغيرة حتى تعلق بالحب الأعظم. كل ما على الحب بدك تترك ما تحته، بدك تعلق تترك تحت. إذا حب الشيخ بترك حب أهله؟ لا، بدي أعلمك على حب أهلك، ثم أعلمك على حب أولادك، بدي أعلمك على حب الشغل، حب العمل. لكن تعلق القلب ويصف فيه بهالكمال. حبيت تحدي لما سيدنا عثمان شافه النبي عليه السلام حامل ابنه عم يلامه عم يبوسه، النبي قال له يا عثمان أو تحبه؟ قال له إيه والله يا رسول الله حبه. ما قال له ما بجوز، قال له أفلا أزيدك حبا فيه؟ زيد لك الحب. شلون بيزيد الحب؟ لما بتعرف العطاء. إن من ترضى صبيا له صغيرا حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. لما بتعرف إنه عطاء خالد في الآخرة بحبه زيادة، وبإيه استرضي الولد، استرضيه، عمل أعمال ترضيه، دخل السرور عليه، إيه الله بيعطي. أما حب أهل الكمال، حب الكمال بده ترك النقائص. متى ما تعلق الواحد الشغلة الفلانية الشغلة الفلانية بصير نومه فيها وأكله فيها ورأي دائما تفكيره فيها، ما بينتفع بالحب. بدك تترك كل النقائص تتعلق بالحب الكامل. الحب الكامل تأخذ النقائص من الكمال، الكمال ما بتأخذ من النقص، أما النقص بتأخذ من الكمال. إذا أخذت 500 كم عشرة فيها؟ 50 10. أما إذا أخذت 10 تأخذ 500، فلما بتأخذ الكمال يدخل النقص فيها. أما إذا أخذت النقص كمان ما بتوصل له. فلذلك دائما لازم يطلب الكمال بيأخذ النقص من الكمال. حبينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا من حب رسول الله بر الوالدين، أخذنا من رسول الله حق الزوج، أخذنا من رسول الله أداء حق الأولاد، أخذنا من رسول الله أداء حق المجتمع. أخذنا كله من حبنا لرسول الله، فكل هذا كله من الحب الكامل. تقيت إلى محبة الله عز وجل، محبة الله أخذت منه حب النبي عليه الصلاة والسلام، أخذت منه حب أهل الله، أخذت منه حب الحياة، أخذت منه حب الوصال، حب الدنيا كلها أخذت محبة الله كله منه. لذلك هذا الحب اللي لازم تقطوا فيها، أنت حابب ناقص ولا كامل؟ إذا حبيت النقص ما بتصل للكمال، بدك الكمال تريك النقص، خذ النقص من الكمال، لا تأخذ الكمال من النقص. دائما ارتفع بالارتقاء، يلي تحت كله بيدخل. بده ياخذ 10,000 ليرة من قبضك مليون، بيدخل فيهم 10,000 بيطلعوا من قناة الجيمة. أما إذا أخذ 10,000 ما بيصل للمليون. فزيدوا يا ابني في حب، كلما ازداد الحب كلما بتوسع المحبوبات.
من طريق الحب صلى الله عليه وسلم. حب الوالدين، حب الزوجة، حب الأولاد، حب العمل، حب المال. منين أخذنا كله؟ من كلام رسول الله، من حب رسول الله، حب الأصحاب، حب الأحباب، الأخوة في الله، هي كلها من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذنا كل الدنيا من محبة رسول الله، محبة رسول الله أخذناها لما أحببنا الله، أحببنا الله فأحببنا رسوله، فدلنا على المحبوبات، فكلها من طريق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مضبوط سيدنا هشام؟ هذا يعني انه واحد بيظن انا الله انا مع الشيخ، ليش ما عم يصلي الحب؟ ليش ما عم يصلي يعني ارتباط؟ ليش يعني بدي بس ما عم يصلي؟ لك يا ابني عندك برميل مي موصولين في 10 حنفيات، بدك تفتح ال10 حنفيات شلون تنزل المي؟ سرسوقة هيك صغيرة. طيب إذا سكرت واحدة بيول 9، سكرت الثانية الثالثة الرابعة، إذا سكرت 9 وخليت واحدة شلون بينزل المي منها؟ خلص هذا هو، سكر الحنفيات خلي حنفية واحدة. قول العطاء بدون انقطاع حتى يفضل برميل، يفضل كل ما نزل برميل فواشة عم تنزل عم يعبي من تحت، عم يفضي من فوق عم يعبي. فضل الله ما بينقطع. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا عمر كيف أصبح حبك لي يا عمر؟ نعم. بنفس جلسة سيدي رجع قال له لأنت أصبح أنت أحب إلي من مالي وأهلي حتى نفسي التي بين جنبي. سيدي شو تغير بهاللحظات؟ شوف والله الله يرضى عليك جيد. وكيف حتى سيدي الله يكرمنا سيدي بهالموضوع هذا؟ شو سبب السؤال؟ والله سبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سبب سؤال النبي لسيدنا عمر. سيدنا عمر له صاحب من اليهود ورجاه ورقة من التوراة. نعم. الزبور مع التوراة. نعم. كله حكم حلو. فجايب له الورقة النبي يا رسول الله شوف هالكلام ما أحلاه. النبي خطف الورقة من سيدنا عمر قال له أمتهوكون أنتم يا عمر شوشين؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. من العتمير التوراة شو يعني جبت لكم يا القرآن أعظم من التوراة. هاي أول يوم. ثاني يوم النبي سأل سيدنا عمر قال له كيف أصبح حبك لي يا عمر؟ هاي لها أسباب، كنت مشغول بغيري لما أشوف التوراة. كيف أصبح حبك لي يا عمر؟ قال له والله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي إلا نفسي. يعني أتي الحال مشانك ما يعني. فالنبي قال له ما كمل إيمانك يا عمر. الكلمة هي هزت سيدنا عمر، هزت وجوده. ما كمل إيمانك معناته ما لها التقي معك، ما لها ادخل الجنة، لأن الجنة ما بيدخلها إلا أهل الكمال.
إذا ما كان مول معناته أنا ما لها أدخل على الجنة ولا لها أشوفك بالجنة. غيرت وجود سيدنا عمر. فبالجلسة قال له امدد دخير يا رسول الله، فوالله لأنت أحب إلي من مالي وأهدي وولدي ونفسي التي بين جنبي. النبي قال له على كتفه وقال له الآن الآن كمل إيمانك يا عمر. هلا هدوا هددوا هد. ما كمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. هذا طبيعي، إذا ما حبيت أكثر من نفسك ما بتنتفي غذائك وروحانيتك وصفائك وطهارة روحك كلها متعلقة بحبك. فإذا ما أعطيت الكل ما بتأخذ الكل. وكل شيء تعطيه كلك يعطيك كل، تعطيه جزءك يعطيك كله. كل شيء أعطيه جزء من وقتك يعطيك كله، إلا العلم تعطيه كلك فيعطيك جزء. هذا كل شيء تعطيه جزءك يعطيك كله. شغل تعطيه ساعتين زمان در عليك مرة ما بتعيش، أعطيته جزءك أعطاك الكل إلا العلم. ليل ونهار ونهار وليل علم 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 تأخذ نقطة منه. لا يحفظها كل شيء تعطيه جزءك يعطيك كله إلا العلم تعطيه كلك فيعطيك جزء. وهون أنا أعظم بقى، العلم ولا الحب؟ الحب. فإذا العلم أعطيته كله أعطاك جزءه، فالحب قديش بده يعطيك؟ كله. تعطيه كله تأخذ نسمة منه، نسمة ما بتأخذه كله. الحب أغلى من العلم وأعلى من العلم. فبدك تعطيه وجودك وليلك ونهارك وصباحك ومساءك مثل سيدنا ثوبان. قال والله أنا عم فكر ليه نهار فيك لما بتغيب عني بيصار وشي وبنحاف إنه أنت وين وأنا وين بيصير. فالنبي طمنه قال له يا ثوبان المرء مع من أحب. أما الحب بدك تعطيه، بدك تمت حب حتى يصير الحب يعني أغلى من كل غالي. والله الله عن شيخنا قديش والله يعني لما الله أكرمني بالحب والله يا ابني تميت يومين بلا أكل وبلا شرب، أمسك المعلقة بدي أرفعها شوف صوت الشيخ عليها بالرجعة، معلقة تانية شوف صوت الشيخ بالرجعة، أمسك الكاسة صوت الشيخ رجع بلا أكل. حكوا لشيخنا إنه شيخ رجب لا عم ياكل ولا عم يشرب، بعت وراي غسل عنده خير. والله يا سيدي قلت له عم برفع الكاسة عم شوف صوتك عليه ما عم بسم شرب، عم برفع المعلقة شافت خبزة عم شوف صورتك عليها ما عم بسم بخل. قال لي ابني كلها كلها خليها تفوت الجوع وتعشش. أكلتها الله أكبر وحش شيخ شو الشاشين شو وباضيت وفرخيت حتى حششت فيه ما قال أجبر بخاطركم يا ابني. ما حبيت الشيخ حب أنا ما عاد في ذرة في وجودي إلا شغلت بالشيخ والله. وأنا عم بشتغل أنا عم بشتغل شوف الشيخ واقف قدامي عم يضحك.
حط المنخل من ايدي اركض ما لايها رد ارجع رد شوفه وين عم يضحك ما لا في ليل ولا في نهار ولا دائما خياله ما عاد فرن ما عاد فرن لا في ليل ولا في نهار لذلك سبحان الله الصورة كأن الغريب ما يحسن يفرق أكثر من هيك بحكيكم والله يا ابني جايب أمراض مرة على بيت شيخنا في الضفة مرت شيخنا بأرض الديار أهلا وسهلا تلاقينا الشيخ رجب مرت شيخنا اشتبهت فيه شبتون أكثر من هيك في هيك يعني أنا الشيخ رجب شغلي من عنده من فضله الحمد لله بدها الضوء والحب قد يصل الساعة 6:35 ما فوت يلا مشان حقدي المغرب شايف الله يطمن الله عليه الله يرحمه.